موضوع بالديوانية. ديوانية هاي المحافظة اللي مع الأسف أقولها تعاني من سوء الخدمات ومن هواي شغلات تعاني. قبل فترة بالمغرب أكو بئر مفتوح وقع بي طفل صغير بالعمر، 5 أيام الدنيا انقلبت وراحت على رأساً على عقب، حفرة وعالجة ورادة لحد ما آخر يوم طلعوا، لكن توفى وفارق الحياة. بعض الدول استخدمت شغلات وحاربت وكافحت هاي الشغلات اللي الحفار والبير وغيرها من الأمور وسدوهن ردموهن ردم. بالديوانية منهول مفتوح اللي هو المجاري اللي موجودة بالمنطقة مفتوح، ما بي قبق وكل شيء ما بي، وقعوا بي طفلين وقعوا بهذا المنهول. هسه أنا إذا أريد أحكي، إذا أريد أعتب، إذا أريد ألطم وصرخ، هيك أريد أحكيها، أعتب على منو؟ أعتب على أبو الستوتة اللي بوقه للشسمه للقبق مال منهول؟ لو أعتب على الدولة اللي عايفة المفتوحات؟ لو أعتب على البلدية؟ لو أعتب على الأهل اللي عايفين أطفالهم يطلعون ويدرون إنه أكو هيك شيء موجود بالشارع؟ علي من أعتب؟ شنو ذنب الأطفال هاي اللي وقعوا بهاي المنهول؟ شنو ذنبهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإن شاء الله هاي تصير عبرة لمجلس المحافظة، لبلدية الديوانية. شوية الله بالناس، عمي ما طالبين منكم تبلطون ولا تسوون خدمات ولا تبنوا لكم فد مدارس، بس قبق منهول غطيه حتى الأطفال ما توقع، بس هذا عمي نتوسل بكم. أناشد رئيس الوزراء يخلي قبق منهول الشارع يعني مثلا، ايش تردون توصلون الحال؟ أناشده يا مصطفى الكاظمي، ما اعرف ايش قد باقي لك ايام، ممكن تخلي لنا قبق منهول بالديوانيه حتى الاطفال ما توقع وتتكرر هاي الحادثه؟ مو يجي واحد يعالج لي يخلي لي تاير قدامه، وحتى والله شنو حتى السياره، هسه السياره ما توقع بس الطفل اللي يوقع، البشر اللي يوقع. هذا كان موضوعنا الاول في فقره فيس تو فيس. Oh.